أحييكم مجددا قد نستغرب أن تتحول ألعاب قتالية كالتايكوندو والمصارعة الرومانية وغيرها لأن تمارس إلكترونيا مؤخرا تم إقامة بطولة عالمية شاركت فيها أكثر من خمسين دولة بهذه الطريقة لاعبون أردنيون أحرزوا المركز الثالث بالبطولة وإليكم التفاصيل سلام سلام حالة خلاختاتنا مجد الخيسي في الوقت الذي ينصح ويلزم الناس فيه بالتباعد الاجتماعي بسبب اضطراب الوضع الصحي العالمي لقيت كثير من الرياضات مصاعب جمه وبالاخص الرياضات القتاليه التي تلزم اللاعبين الحضور الشخصي والاشتباك عن قرب ومع إرجاء غالبية البطولات على جميع المستويات قام الاتحاد العالمي للسكي في سابقة عالمية بإقامة بطولة تحكم في الهند على مستوى العالم لرياضتي القتال بالسيف والتايكوانجيتسو بطريقة إلكترونية شاركت فيها 58 دولة وأحرزت فيها الأردن المركز الثالث عالميا شاركنا لأول مرة أونلاين بطولة على مستوى العالم شارك فيها 58 دولة وأخذوا أول نتيجة أول 20 دولة وحققت الأردن المركز الثالث على مستوى العالم أجت الهند أول وباكستان ثانيا والأردن ثالث والعراق رابع وسوريا خامس الحمد لله رب العالمين هذه النتيجة احنا راضين عنها حقيقة لا اول مرة وضمن التباعد الاجتماعي اونلاين الان ضمن شروطنا طبعا بالنادي وضمن اللجنة الاولمبية القوانين الموجودة التباعد الاجتماعي تعقيم شروط السلام العام للاطفال والتباعد بشكل عام للتدريب لانه القتال احنا شايف اشتباك عن قرب وماخذين احتياطاتنا دائما كل لاعب بعيد عن الثاني من متر لمتر ونص الحمد لله رب العالمين جعلنا لاعبين المنتخب الاردني أجد تبارك العتايق مستوى رابع مستوى الشابات الناشئات اجت حلا الخدات مركز ثاني مجد القيسي اجاب على مستوى الناشئين مركز ثاني يحيى الخرشي اجا مركز ثالث اضرار البطوش أجا مركز رابع على مستوى العالم والحمد لله رب العالمين يعني هاي نتيجة احنا راضيين عنها لحد الان كاول بطوله تقام والف مبروك للاردن وهذا انجاز نهديه لجلاله سيدنا الرياضي الاول وعلى رئيس اللجنه الاولمبيه سمو الامير فيصل والى امين عام اللجنه الاولمبيه الاستاذ ناصر المجاليه على دعمه المطلق للرياضه بالجنوب وبالمملكه. ثمان لاعبين شارك بهم الاردن ضمن هذه البطوله. أحرزوا خلالها مراكز متقدمة على مستوى العالم ليضع الأردن في الترتيب الثالث عالميا ويكون إنجازا يضاف لمجموع الإنجازات الأردنية في القطاع الرياضي اسمي حلا خداتنا عمر 14 سنة شاركت في بطولة السكي قتال بالسيف عالميا على مستوى 20 دولة حيث شاركت في تصنيف الناشئين حيث أحرزت الأردن على المركز الثالث عالميا وقد أحرزت أنا على المستوى الثاني عالميا بطولة السكي قتال بالسيف حيث قمت بمشاركة ببطولة السكي عن طريق الكابتن ميزر القيسي عن طريق تصوير فيديوهات وإرسالها إلى السيد نزير في الهند أنا لاعب مجد القيسي وأحرزت المركز الثاني في بطولة العالم للسكي وتدربنا تدريبات قاسية قبل ما ندخل هاي البطولة والفضل والتقدير للكابتن ميزر والحمد لله نجمنا مركز يعني كأول بطولة شاركناها في السكي هذه البطولة أتت في وقت عصيب على العالم لتتحدى الوضع الصحي العالمي وتثبت بأن الروح الرياضية ليست فقط روحا تنافسية بين اللاعبين بل تتجاوز ذلك لتثبت ان الانسان يمكنه تحدي كافه الظروف مهما كانت في اي مكان واي زمان